اسبوع رياضي متميز جدا الحقيقه، لان مش كل اسبوع بيلاعب فيه نادي مصري او فريق مصري فريق عالمي بمستوى بايرن ميونخ. النهارده هنتكلم عن هذا الماتش، وهنتكلم او هذه المباراه، وهنتكلم عن ايضا مباراه الزمالك وادي دجله، وهنتكلم عن حال الدوري المصري بشكل عام، وايضا لو اتسع الوقت هنتكلم برضو على الدوريه الدوليه او العالميه. هنتكلم على طول، وهيكون معانا ضيفنا في هذه الفقره الناقد الرياضي الاستاذ ايمن بدره. صباح الخير. صباح النور، اهلا ازي حضرتك. الله يخليك، اهلا وسهلا. نبتدي بالمباراه اللي كان عليها تسليط اعلامي ومتابعه قويه جدا، وكانت مباراه عليها كلام كتير جدا برضه، مباراه الاهلي وبايرن ميونخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقه طبعا مباراه الاهلي بايرن ميونخ اللي اقيمت في الدوحه ده يمكن ثالث لقاء يبقى ما بين الاهلي وما بين البايرن. طبعا ناديين الحقيقه ليهم ظروف متشابهه مع اختلاف الدولتين. الاهلي هو الاكثر فوزا بالبطولات على المستوى المحلي في مصر. البايرن ايضا هو الاكثر فوزا بالبطولات في المانيا، عنده يمكن 21 لقب دوري. البايرن تاسس سنه 1900، الاهلي 1907 زي ما احنا عارفين. المباراتين اللي قبل كده يمكن في مباراه كسبها البايرن ومباراه كسبها الاهلي، يمكن اقرب للجيل الحالي مباراه 2-1 اللي الاهلي كسبها وكان جاب الجونين شريف عبد المنعم ومحمود الخطيب. المباراه اللي اقيمت في الدوحه الحقيقه كانت في ظروف صعبه يمكن بالنسبه للاهلي. الاهلي كان لاعب مباراه ومباراه صعبه. الدوري عندنا دلوقتي دوري متلاحق جدا، المباريات بتتوالى، يمكن احنا حتى مش عارفين احنا صحيح هنبدا الدوري الاسبوع ال 13 النهارده، لكن حته انه الدوري 19 نادي وفي مباريات بتؤجل عشان الظروف الامنيه والانتخابات والاحداث الصعبه اللي احنا بنعيشها. واعتقد برضو طلائع الجيش كانت مرهقه جدا بالنسبه للاهلي الكويس اللي قبله على طول. فطبعا وبعدين عنده مباراة مقبلة مع فريق الانتاج، وفريق الانتاج غير الجهاز الفني بتاعه وتولى الجهاز الكابتن محمد حلمي بالامس لما مشي الكابتن كمال عثمان. فالحقيقه كانت رحله الحقيقه صعبه، عشان كده يمكن احنا بنلتمس العذر شويه للاهلي في الاداء. طبعا كان اداء الحقيقه رجولي بشكل كبير، حماسي بشكل اكبر، اتحسن في الشوط الثاني بلا شك. المباراة يمكن بدأت حتى كان واضح انه مانويل جوزيه من البداية عايز يحاول يخطف هدف، ده اللي خلى محمد بركات الحقيقة قدر يعمل مجموعة من الاختراقات من ناحية اليمين، وقدر ان هو يوصل لمنطقة جزاء فريق البايرن. عمل يمكن في 5 دقائق يمكن كرتين عرضيتين، واحدة يمكن جده تلعثم فيها شوية، واحدة عبد الله السعيد معرفش يسددها التسديد المحكم اللي يثمر عن هدف. بعد كده يمكن البايرن يعني له طريقة الحقيقة بيلعب بيها 4-2-3-1، وده اللي بيخليه يمكن يحكم منطقة الوسط. عنده كروس وشفيشن دايجر، دول الحقيقة يعني عنصري وسط قويين جدا، عشان كده يمكن برضو جوزيه حاول ان هو يحط حسام عاشور ومحمد شوقي يقدر يحاول يسيطر على منطقة الوسط، لكن لا شك ان كان في هجمات وهجمات كتيرة على منطقة جزاء النادي الاهلي. فابيو جونيور برضو مهاجم برازيلي، واللي يمكن عليه هجوم من ساعه ما جه، وده اثر عليه سلبيا، بس برغم كده برضه كان اداؤه متميز. هو لعب في بدايه الشوط الثاني، والحقيقه الناس يعني كانت يعني برضه متخوفه منه شويه، لكن هو ما تقدرش تقول ان هو كان مؤثر بشكل كبير، مش زي محمد ابو تريكه. يعني بس مانويل جوزيك شايف ان هو كان مؤثر جدا. هما الاثنين نزلوا في توقيت واحد، لكن محمد ابو تريكه كان حطه هجوميه خلف راس الحربه. ويمكن الاهلي بدا براس حربه واحد اللي هو جده، يمكن كان بيساعده عبد الله السعيد احيانا حينما يعني تكون هناك انطلاقات. لكن محمد ابو تريكه قدر ان هو يكون زي ما بيقولوا في لغه الكوره محطه جيده تقف عندها الكوره، ويقدر يوزع التمريرات بشكل جيد. ويمكن التمريره الساحره اللي اداها البركات، وقدر بركات بخفه ورشاقه وحسن تقدير يجيب منها الهدف التعادل للنادي الاهلي، واللي كان ممكن تستمر المباراه على هذه النتيجه لولا انه في الثواني الاخيره يعني حصل الخطا
يعني عايز اقول محزن طبعا بالنسبه لجماهير مصر والنادي يعني الاهلي، وخلاص يعني كنا يعني ومحزن ومحزن بالنسبه لكفاح فريق يعني كان بيستمر. لكن احنا في النهايه بنلعب مباراه وديه، صحيح التاريخ بيسجلها، كان نفسنا التاريخ يسجل انه في تعادل، لكن يعني في النهايه هذا الخطا لا ينفي انه برضه شريف اكرامي تصدى لاكثر من كوره، وكان في حوالي 3 انفرادات كان ممكن يهزوا شباكه مبكرا. ايضا يمكن حتى الهدف الاول اللي جه ايضا من خطأ دفاعي شارك فيه احمد السيد لما الكوره اصطدمت برجله وهو بيرجع بعفويه وبسرعه وبدون تركيز، فدخل الكوره المرمى. احنا في النهايه اجمالا المباراه مفيده فنيا، مفيده معنويا، حتى لجماهير الكرة المصرية اللي عايشة في الدوحة أو في قطر، المفيدة أيضا ماديا للنادي الأهلي اللي طبعا بيعيش ظروف مادية صعبة زي معظم الأندية وزي معظم قطاعات الدولة وزي البلد كلها. فالحقيقة كان مطلوب أنه الأهلي يلعب هذه المباراة لأنه بياخد حوالي 200,000 دولار نظير إقامة هذه المباراة، أعتقد أنها هتكون مفيدة بالنسبة له. ده إن توتال ان يعني. توتال. بس يعني انا عايز برضو اركز على النادي الاهلي شويه، يعني اصابات متتاليه، غيابات متكرره، اجهاد في بطولات مختلفه بيشارك فيها، وماتشات الوقت بينها وبين بعض قريب جدا. يعني هو ايه يعني، هل احنا بنعدي مرحله صعبه في تاريخ النادي الاهلي، وهل هي مرحله هيكون منها صعود، ولا متوقع ايه؟ لان برضو خلينا نتكلم بقى بشكل عام. لا، هو بالنسبه لاصابات اللاعبين المصريين بشكل عام، دي اعتقد انها بترجع للتكوين البنائي للاعب الناشئ. احنا عندنا يمكن في عدم اهتمام، او مش عايز اقول اهمال، في التنشئه من حيث تغذية التغذيه، من حيث وتدريب التدريب، من حيث جرعات التدريب. احنا عارفين نظرا للظروف الدراسيه اللياقة يمكن البدنية. بيجي في وقت الدراسه الشباب او الاولاد الصغيرين اللي بيتمرنوا كوره بيتمرنوا 2 أو 3 في الاسبوع يمكن. موضوع التغذيه ما هواش بالشكل الملائم، حتى يعني التغذيه حتى بصفه عامه في المجتمع المصري الان كلها معتمده يمكن على الفاست فود، ما فيش حد بيعرف رغم البرامج اللي بتقدم عن التغذيه. ايضا مساله العلاج والتاهيل بالنسبه للاعبين من الصغر واللياقه البدنيه، تمام. فده بينعكس بالتالي عليهم وهم لما بيكبروا. ده ما يمنعش ان في عناصر بتبقى ذات قوه بدنيه مميزه وكويسه بتقدر تستمر لفترات طويله وبتادي بشكل كويس. فاصابات النادي الاهلي ايضا نتيجه انه تواصل الموسم. الاهلي يمكن انت عارف الموسم اللي فات كان ممتد بشكل كبير علشان التوقف اللي حصل وقطع ويرجع وقطع ويرجع مده حوالي 80 يوم من يوم 22 يناير، بالظبط. وقف حوالي 80 يوم فرجع. الاهلي كان عنده بطوله افريقيا يعني التحمت مع نهايه الموسم مع بدايه موسم جديد، في طبعا حصل بعض التغييرات البسيطه ده يمكن بيأثر عليه. أيضا أنت عارف اختلاف الأهداف، إنك تخرج من هدف محلي تدخل على هدف إفريقي عندك، فبيحصل نوع من تشتيت التركيز أحيانا. أكيد طبعا. وده يمكن حتى لو شفناه على نموذج زي نادي إنبي. نادي إنبي خد كأس مصر والناس كانت متوقعة إن هو ينافس بشكل كبير جدا، ولكن لما خد الكأس يمكن التركيز بتاع الأولاد حسوا إن هم عملوا حاجة وعملوا بطولة. بس دي طبيعة على فكرة الفرق المصرية بشكل عام، ده طبيعة من أول الإنسان المنتخب لحد أصغر فرقة، نكسب نعمل ماتش هايل نيجي الماتش اللي بعده. طبيعة الإنسان المصري بصفة عامة للأسف الشديد مسألة الاستكفاء بس المفروض يكون في احترافية، يعني احنا أو بنتكلم الاستعلاء. بقى ما هو في الاحترافية طبايع دي يعني. بقى إن شاء الله بإذن الله تيجي بالتدريج هل إن شاء يعني الله. بمعنى آخر يا فندم، هل مع عشان تخش بقى على نادي الزمالك، بس عايز أعرف نهائيا يعني مع انتهاء بطولة الدوري إن شاء الله، هل هيكون مع فترة راحة معينة ومع استعادة الفريق تاني، ولا هل هو محتاج كمان عناصر جديدة أو محتاج أشياء أخرى غير الراحة للعيبة الموجودين حاليا؟ هو الأهلي واضح إنه طبعا نظرا للظروف المادية اللي بيعيشها وبتعيشها كل الأندية زي ما قلنا، كان هو محتاج، واضح إنه محتاج مهاجم واحد، لأنه طبعا مسألة إصابة عماد متعب مؤثرة جدا. عماد متعب لحد دلوقتي مش معروف تأثير إصابة الظهر اللي عنده، حتى إن هو يعني بيتم التحضير لإن هو يسافر ألمانيا علشان يمكن يتعرض على طبيب شهير هناك بعد الآلام اللي عودته في الظهر. فعماد متعب
متعب قوه مؤثره جدا في الهجوم، جونيور ايضا اللي لسه لم يثبت يعني، السيد حمدي برضو مش ما يعني برضو يمكن كان تعرض لاصابه وابتعد لفتره. فهجوم الاهلي الحقيقه بيعاني من مشكله الحقيقه، فعلشان كده اللاعب المطلوب الان واللي يمكن مانويل جوزي بيركز عليه مطلوب مهاجم، ومهاجم صريح. ويمكن كان في مفاوضات مع بابا اركو اللي هو لاعب طلائع الجيش، ولكنه راح الدوحه خلاص، يمكن تقريبا هيوقع في خلال ساعات. فهيبقى هو ده يمكن الاستعاضه الوحيده، لكن من الواضح ان مستوى الاهلي في ارتفاع، كلنا شفناه في مباراه طلائع الجيش، وان شاء الله باذن الله نترقب اداؤه ايضا امام الانتاج، وعلى ضوء طبعا الكفاح والمباراه القويه اللي اداها قدام البايرن، هيبقى ان شاء الله باذن الله واضح ان هو عائد لمستواه وبقوه، علشان ان شاء الله المشاركه الافريقيه عشان نشوف كمان يعني دوري متميز او ماتشات متميزه، لان دول برضو خلي بال حضرتك، وطبعا الساده المشاهدين لا يخفى على علم حضرتك يعني وسع علم الساده المشاهدين، ان برضو مستوى الاهلي انعكاس للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني ان شاء الله عنده مهمه في تصفيات كاس الامم الافريقيه، عنده مهمه في تصفيات كاس العالم في شهر 6 المقبل ان شاء الله باذن الله. فالمفروض انه مستوى الاهلي ينعكس لا شك على مستوى المنتخب. عايزين هنفرد اكيد حلقه لهذا الموضوع، خلينا نروح على الزمالك وعلى وادي دجلة وهذا الماتش، ونتكلم برضو بشكل عام على مشاكل الزمالك مؤخرا وعلى مصير الزمالك وأداؤه ومنافسته على الدوري. هو الحقيقة الزمالك يمكن كان عايش فترة من عدم الاستقرار، أيضا قلة الإمكانيات والظروف اللي عاشها حتى على المستوى الإداري، تغير مجالس الإدارات، تولي مجلس إدارة برئاسة المستشار جلال إبراهيم، الحقيقة حاول يجتهد في ظل الإمكانيات اللي كانت متاحة بالنسبة له. قدوم بقى مجلس ممدوح عباس بكل إمكانياته المتوقعة أن هو يدعم بيها نادي الزمالك، أعتقد أن هي بتدي للفريق أمل، ولكن لا شك ان هناك مشاكل داخل الفريق، في ناس طالبه فلوسها، في ناس ليها متاخرات، في ناس عايزه اوريدي تمشي زي حسين حمدي اللي قال ان هو هيمشي، عمرو زكي ايضا عنده مشكله كبيره، وحازم امام وياسر المحمد، هي مشاكل مع حسين ياسر الحقيقه طبعا كان راح ليرس من فتره، لكن ده ما يمنعش ان الزمالك فاز على وادي دجله في النهايه. هو صحيح تعرض لمواقف حرجه كثيره جدا، عبد الواحد السيد انقذ مرمى الحقيقه يمكن من 3 فرص محققة للتهديف، لكن في النهاية هو خد 3 نقاط. الزمالك دلوقتي في المركز الرابع، عنده 23 نقطة، لعب 10 مباريات، بينه وبين الأهلي غريمه التقليدي يمكن نقطة واحدة، وهم الاثنين متساويين في عدد المباريات، كلهم بيطاردوا فريق حرس الحدود الحقيقة المتميز اللي بيحتل القمة برصيد 28 نقطة من 11 مباراة. لكن في النهاية السباق لا يزال طويلا، السباق في الحقيقة مفاجآت أعتقد كثيرة جدا، احنا لسه ما خلصناش الدور الأول، لسه الدور الأول عليه حوالي 7 مباريات بالنسبة لمعظم الفرق، في صحيح فرق لعبت 12 مباراة عفوا، لكن السباق لا يزال طويلا. وأعتقد أنه ده السباق اللي كل فريق هيقدر ازاي يوظف قدراته علشان يقدر يستمر لفتره طويله في ظل رغم المشاكل ورغم العناصر اللي كنا فيها اوريدي. خلينا نتكلم على تحديدا حادثه او يعني حدث حصل امبارح، وهو تقدم نادي الزمالك بطلب رسمي لاتحاد الكره متمسكا بضروره اقامه مباراته مع الاتحاد السكندري في استاد برج العرب مش في استاد اسكندريه، وطبعا ده بياتي بمنطق المساواه مع النادي الاهلي اللي اقام نفس يعني عمل نفس القصه. اللي هيوصل الموضوع ده لفين تفتكر، وهل هيتم؟ والله هو كان في جماهير، انا حسب ما تابعت يعني، كان اللي هو اعتقد خالد غرابه مدير امن اسكندريه كان اجتمع مع عدد من روابط الجماهير في الاتحاد، وكانوا طلبوا منه واكدوا ان هم هيكونوا عند قدر المسؤوليه في تامين استاد الاسكندريه واقامه المباراه. الحقيقه انه كان في موافقه مبدئيه
تصريحيه من امن الاسكندريه بان المباراه تقام في استاد الاسكندريه، ولكن هذا الطلب لا شك الزمالك عنده في حق الحقيقه، لانه تكافؤ الفرص ان هو يلعب في استاد برج العرب. فبعتقد انه لو جماهير الاتحاد السكندري ايضا محبه لناديها، من الممكن انها تزحف خلفه الى استاد برج العرب، وان شاء الله باذن الله تكون دي اخر مباراه تؤجل ل او اخر مباراه تنقل للاتحاد السكندري او لاي نادي خارج ملعبه. احنا بصراحه الدوري الان هو دوري ليس دوري كروي، ولكنه دوري سياسي اقتصادي بيحاول يقول انه مصر فيها حياه، وانه في يعني الامور ماشيه بشكل استمرارية، بشكل سيتلد يعني. لكن احنا بنتكلم على انه في حقوق ايضا وفي تكافؤ فرص لازم يكون موجود. الزمالك عنده طبعا مباراة يمكن كلنا عارفين انه هيلاعب الجونة، مباراة مهمة جدا وفاصلة بعد بكرة يوم الاربع، دي اللي يمكن بعديها تقدر تحدد يعني قدراته على المواصلة في السباق القمة مع الاهلي والشرطة وحرس الحدود اللي هم المربع الذهبي حتى الان، وطبعا بيطاردهم من بعيد شوية يمكن الاسماعيلي اللي هو برضو بيعيش ظروف يمكن احنا كلنا برضو متابعينها من حيث الجوانب المالية. الزمالك بس على ذكر سؤال حضرتك، الزمالك ايضا بيبحث عن عدد من اللاعبين في الانتقالات الشتوية المقبلة اللي اتحاد الكرة قرر انها تبدأ يوم 10 يناير الجاري حتى 10 فبراير، ودي اول مرة يتم تأخير فترة الانتقالات الشتوية نظرا لامتداد الدوري والظروف اللي احنا بنعيشها. الزمالك الان مركز تركيز شديد جدا على اسلام عوض لاعب نادي انبي، الحقيقه في خلاف يمكن هو كبيره ما بين المبلغ المعروض من نادي الزمالك وهو 1.5 مليون جنيه وما بين المبلغ المطلوب من نادي انبي وهو حوالي 8 مليون جنيه، هو كبير الحقيقه، لكن في مفاوضات وفي اتصالات. ويمكن انا كنت بسمع الكابتن حسام البدري الصبح وقال انا ما عنديش مانع انه اذا كان الاداره شايفه انها هتستغنى عن اسلام عوض، ولكن يكون بالمبلغ اللي نستطيع به تعويض غياب واحد من الأعمدة الرئيسية في الفريق، خاصة أنه لاعب شاب سنه صغير من الممكن أن يعطي لفترة طويلة. خلينا نتكلم بقى طالما كده سيره الصفقات ومين رايح فين ومين جاي منين. خلينا انا برضو نعلق على خبر، وهو طبعا طارق العشري المدير الفني للفريق الكروي الاول من نادي حرس الحدود رفض واكد رفضه الاستغناء عن خدمات احمد عيد عبد المالك لاعب الوسط الدولي طبعا بعد ما كان طلب نادي الزمالك شراؤه رسميا. تعليقك يا فندم على هذا؟ هو الحقيقه احمد عيد عبد المالك من فتره طويله وهو معروض عليه ان هو ينتقل الى نادي الزمالك. احمد عيد عبد المالك عقده مستمر مع حرس الحدود حتى 2013، والحقيقه هناك حالة يمكن من الاستياء لدى الجهاز الفني وإدارة نادي حرس الحدود من أنه بيبقى فيه مغريات للاعبين في النادي، لأنه طبعا المبالغ المعروضة عليهم من أندية خارج حرس الحدود الحقيقة مبالغ يمكن تتضاعف 4 و5 مرات. احنا عارفين انه نادي حرس الحدود وطلائع الجيش حاطين سقف للتعاقدات يمكن لا يزيد عن 300,000 جنيه في السنة، في مقابل انه زي ما بنقول لحضرتك اهو ناس بتتكلم في 8 مليون جنيه، ملايين. فاللاعب يعني يمكن انا عايز يعني في قصة يمكن لاحد اللاعبين مش عايز اذكر اسمه نزل مع كان في المنتخب مصر من نادي حرس الحدود ونزل مع لاعب مصري محترف برا، كانوا مقيمين في فندق في القاهرة في مول كبير جدا وشهير جدا في مدينة نصر، فوجئ بأنه اللاعب المحترف بره ده بيشتري ساعة مثلا بنص قيمة عقد اللاعب ده اللي هو 300,000. فطبعا رجع ناديه للكابتن طارق العشري كان بي بي يعني بيكاد يبكي يعني، وبيقول له يا كابتن يعني ما ينفعش انه فلان، انا مش عايز اذكر اسماء يعني الحقيقة عشان برضو مش وحش قوي عشان احنا في ظروف صعبة والناس في ازمات مالية مش عايز اذكر يعني، لكن لا هو لاعب الحقيقة محترف بره، وبره احنا عارفين طبعا بياخد فلوس. بص اصل المقارنة غلط تماما يعني مقارنة في كل حاجة غلط تمام بس عشان كده تناسب ما عشان كده بس هو طبعا زي ما بقول لحضرتك انه نادي حرس الحدود معروف من زمان ان هو حاطط سقف للتعاقدات، والحقيقة بس منتظم يعني يمكن مثلا نادي كبير زي نادي الاسماعيلي ذو جماهيريه وشعبيه بيدي مبالغ اكبر كتير، لكن يمكن في لعيبه بقالها يمكن سنه او 10 شهور ما قبضتش.
مش بس انه طارق العشري رفض الصفقه، طارق العشري بيقول يا جماعه ما يصحش انه لاعب لا يزال متعاقد مع النادي نفضل نغريه. بس لما هو كده بقى اتعلق على ايه لعبد الرحمن فاروق، راح عرض نفسه على المصري وعرض خدماته على النادي البورسعيدي في مقابل ان هو يبقى يعني معاهم. ما هو في بعض ما هو لو ما اللاعبين، يصحش بقى يبقى احنا لا ما من هو جوه البيت طبعا قبل ما يبقى بره طبعا البيت طبعا يعني. طبعا ما يصحش، بس هو برضو في لاعبين خلاص عقودها بتنتهي، مدافع او يعني. الجهاز الفني، او الجهاز الفني بيبقى خلاص شايف ان هم ممكن الاستعاضه عنهم. يعني الحقيقه لما مشي من النادي من نادي الحرس الموسم اللي فات، ناس راحوا منهم يمكن عبد السلام نجاح راح النادي المصري او كده، الحقيقه قدر طارق العشري ان هو يصعد مجموعه من اللاعبين الشباب اللي في قطاع الناشئين عنده، لكن يمكن في لعيبه ما يقدرش يستغنى عنهم زي احمد عيد عبد الملك. طبعا احنا في وقت وفي توقيت فعلا يعني الحكم على الاخلاقيات ممكن يكون صعب شويه، نظرا ان احنا بنتكلم زي ما قلت احنا في بلد او في حاله استثنائيه وفي ظروف اقتصاديه صعبه جدا، فنتمنى ان احنا نعديها على خير. ان شاء الله وده باذن ما الله. ياثرش كمان في اداء الانديه وفي الاستراكشر الاساسي بتاع كل فريق، لان يعني في الاول وفي الاخر لازم يبقى في توازن زي ما انت قلت عشان يبقى في دوري. يا ريت، لانه المنافسه علشان تبقى قويه وعشان تخدم منتخب مصر اللي هو هدفنا الاساسي لازم يبقى في منافسه، ومنافسه قويه، والحمد لله انه في مجموعه من الانديه الان بتنافس، وشايفين مصر المقاصه ايضا مشارك، مصري ماشي بخطى معقوله. اوكي، استاذ الناقد الرياضي ايمن بدر بشكرك على تحليلك الوافي، ميرسي جدا انا يا بشكر فندم. حضرتك وبشكر الساده المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله تكون ايام سعيده علينا ان شاء الله. بحضرتك طيب يا فندم، متابعتنا للدوري المصري ما زالت مستمره، وان شاء الله هيكون كمان في متابعه الانديه والبطولات العالميه من خلال نهارك سعيد. النهارده كان معانا يوم حافل، هنشوفكم بكره ان شاء الله بفريق عمل جديد، ونهاركم سعيد على نايل لايف. سلام.